الحقل اللي انت واقف فيها هذه صار عمرها 12 شهر. زرعت العام الماضي ب 28 نيسان كنا زارعينها شتول. فمر عليها صار حوالي سنة تقريبا، سنة إلا أسبوعين. نحن اليوم بمرحلة الإزهار. هذه بعد شهر ونص شهرين لازم تنقطف. هذه النبتة. بعد ما شربت السنة هو بعلي. الناس بتقول مروي. هو مش مروي، هو بعلي بعد لتاريخ اليوم. خلص الشتاء ما شربت عن ما سعينا مي وما بنسقي لبعد حزيران لنقطف. البذري اساسا بري ان جابت من البريه وما دخل فيها العنصر الكيميائي او العنصر التهجين، بعدها على طبيعتها هي بريه وبالاساس بريه وبعدها بريه. عمليه النشي اللي عم نشتغلها هلا هي عمليه ازاله الاعشاب حتى وقت اللي بتقطف الزعتر ما يكون في شوائب واعشاب غريبه. لقطاف الزعتر في شروط، يعني في قوانين له، وفي تعميم صادر عن وزارة الزراعة بحدد كيفية القص وكمية القص. يعني إذا بدي قص أنا هذا الجيب لازم خلي منه كمية 30% على أمه، يعني هذا الزهر مش كله شيله، لازم خليه حتى ينزل البذور منه يرجع الزعتر يجدد حاله. هاي نسبة الزهر موجودة، بنقص تحت الزهر شيء بسيط 10 سنتي. عملية القص بمقصش حالي أفضل بكتير للنبتة من إنه نحن بالجبال بنسميها مارشخة، أي إنه بنشيل بس الوراق وبيبقى الغصن موجود. بهالحالة هاي النبتة ما بتجدد حالها. إذا جيت أنا قصيتها من هون، شو اللي بيصير؟ بيرجع ينبت كذا فرع بهذا الساق. عملية القص بيساعد النبتة إنها ترجع تجدد حالها وبينبت كذا فرع من كل غصن. حزيران تموز اول سنه بدك تقطفها نبتي او نبتتين عامله، ها بتشرين اول تشرين ثاني بدك تقطفها بتكون صارت اربع نبتات خمس نبتات، ليصير عمرها سنه بصير بال100 150 بتوصل لل200 نبته الشتلي. بس يفوت حزيران 10 15 حزيران اكتمل العنصر الغذائي، صار فيك تقطف، صار فيك تخزنه سنتين وثلاثه واربعه لقدام بشرط التخزين تبعد عنه الاناره والشمس وتبعد عنه الرطوبه. من بعد عمليه التنشيف بيتم تنقيه الزعتر ورقه ورقه، بعدين بيتجمع على الوراق وبيتاخذوا على المطحنه. المطحنه هي احد الطرق الحديثه لطحن الزعتر، بس بعد في ناس كتير بعضهم بيطحنوا الزعتر يدويا، وهيدي الطريقة التقليدية يلي كتير بعد عيال بيتبعوها. من بعد ما يندق ويتنعم الزعتر على الطريقة التقليدية بيتم نخله لنحصل على بودرة الزعتر أو الزعتر الناعم يلي هو المكون الأساسي لصناعة الزعتر. لنصنع خلطة الزعتر نحن بحاجة للزعتر الناعم، للسماء، للسمسم وللملح. نخلطها كلها مع بعض ضمن كميات محددة أو حسب الطلب، ومن بعدها بيصير الزعتر يلي بنعرفه، زعتر جاهز للأكل. يا حبيبي لا عجبان بتغطى هيك بهاو. إذا بتاكل منقوشة زعتر خاصة كنا أولاد بالمدرسة كل زعتر لا يفتحوا دماغك. وما زالت واردة هذه القاعدة عندنا ونحن عم نتورطها ونورطها لأولادنا، منقوشة أو لقمة زعتر هذه بدك تفوت من هون على مختبرات. ولكن هذا الحكي اللي عم بحكيك إياه أمثال قارنت مع أصدقائنا بالجامعات وبالمختبرات، فمن هون إنه عم نتلقط بالمعلومة اللي هي متاخذة مثل قديم قارن بالعلم، ها وتطلع حقيقة ثابتة. وهذا منتوج العالم بدنا إياه، مش بس بلبنان بدنا إياه، بأوروبا بدنا إياه، بأمريكا بدنا إياه. طار بيقولوا لأنه أكلة الفقير والزيت والزعتر، هيدي نعمة موجودة عنا لازم المحافظة عليها، لازم نهتم فيها أكتر ويكون في إلى راعٍ وفي إلى حاضن لهيدي النبتة. شتلة الزعتر أعطتني الحب والحنان والاحترام، عرفتني على مجتمع ما كنت بعرفه، عرفتني على سوق ما بعرفه بجهله، علمت أولادي، علاجت مرتي، ميل أعطتني، وجهها عطتني، صيت عطتني، دعاية عطتني، صداقات قد ما بدك عطتني.